بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب الهادي محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ها ملاحظين شو صار بطاقة المكان الحين؟ ارتفعت طاقة المكان، والله طاقة الكاميرا ارتفعت. هي الطاقة العالية هي اللي بتحميك من السحر، هو الله سبحانه وتعالى وذكر الله وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيحميك من طاقة السحر والعين والحسد والشر والأبالسة والعفاريت وهذا المعجم الأسود اللي نحن كله ما بدنا إياه. خليك مع ذكر الله، خلي لسانك رطب بذكر الله، القرآن، السنة، الآيات، الأحاديث، هذا عالم من الطهارة والشرف فوق، أنت بتبعد فيه عن العالم السفلي اللي فيه عفاريت.